مايا على كرسي الحب، بتحبش تحكي في الحب؟ حاليا ما عادش نحب نحكي على الحب. الجملة هذه يقولها إنسان متليع من الحب. أي؟ احكي لي على نار الحب. توجع. عشت الحب؟ وي. برشا مرات ولا مرة؟ مرة. جي با اي بوكو دو غولاسيون في حياتي. كان عندي دو فيونسي، اي الاخراني كان باش يكون فيتور فيونسي. في بالي حبيت، مي لو غران امور صار مرة كهو. دونك عبد برك. شو اللي فزد العلاقات نتاع الحب؟ وما يخليهاش تكمل بالعرس. أهمك صحيت راسي. راسي كاس حما قلبي به يعني. حاجة أخرى مون دومين، دومين ارتستيك اللي أنا فيه. تترفض لي كونك ما نترفضش، ما عادش اللي يرفضني. دخلناش في الرفض. دخلنا في أمور عادات وتقاليد. مش رفض. خل تو مازالت بعض العادات والتقاليد تمنع إنسان باش ياخذ فنانة؟ وي. مازال فما عائلات هكا. تمن بالحب مع ولاد الدومين؟ وي صحيح. تمن بالحب مع ولاد الدومين. أو مش كلهم ولاد الدومين نجموا يكونوا مرجلين. فارس أحلامك الفنان شكون؟ فنان فارس أحلامي نصيف زيتون. مع فيصل الصغير مازالت فما علاقات ولا ما عادش فما؟ صحيبات صاروا على بعضنا، نفقدوا بعضنا. ديجا كلمته باش على الحادثة اللي صارت في الجزائر، الراجل الأرضية. فما علاقة صحبة عادية سبعة أقل من قبل بحكم كورونا، بحكم اللي فيصل راهو كان يجي برشا لتونس. توا ما قلت. قل لي صحيح ولا غلط، الأخبار حتى تناقلته بعض المواقع في الجزائر، فيصل الصغير متغشش برشا من مايا لكونها تستغل اسمه ديما باش تروج لعلاقة حب لدعم أعمالها الفنية. جامي دلا في نو نو. هو كان جاي متغشش خويا، راهو كلمني وقال لي شوف أنت تكوني لي زالجيريان سون ديريكت. كان جاي متغشش راهو كلمني. باهي جاوبني بكل صراحة. أكثر من الصراحة هذي. تحطيت في موقف أنك باش تغني في عرس نتاع واحد كنت أنت وياه تعيش قصة حب كبرى. بني نفسية مشيت للعرس هذايا. قديمة عادة الحكاية. بني نفسية. ترجع بيا البعيد انت قاطع. بني نفسية مشيت للعرس. قوية. قوة ربي. أما صنعت من ضعف قوة عادي. الحمد لله. أونتوغي باغ دي جون قواوني في الوقت هذاك. وريت التصاور كل فازيت كل شفت التصاور؟ اي ريت التصاور وهبطوا. حطيت تصويرتها قلبي دف 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 كل فازيت هذوك. حطيت تصويرتها اما الوقت يداوي الحمد لله. حطيت تصويرتها وتصويرتك وقلت فيش خير مني؟ والله يا ربي ياتيك. اي طفله تعمل هكاك؟ بلي ويلي جابوني البنات قولوا حاجه. مشيت تغني يصيروا الحكايات هذوما حتى مش خاطر نحي انا فنانه، اي امراه في العالم كسر لها كاكي في نكايه تعمل مقارنه. مشيت تغني؟ اي مشيت وغنيت. وعلاش قبلت انك تمشي تغني؟ كان تحدي مع روحي هيدي. كان تحدي لازمني نعمل هكاك. انا كان ما عملتش هكاك نسمي روحي انسانه ضعيفه وفاشله. قدامك هو لسه بغني كما تقول الغنايه. ونغنيها انا راني هذيك. يا ليل. بيان سور. قدامك هو لسه بغني. نحن اقوى من ذلك. نحن اقوى من ذلك. هذه مايا. الحمد لله. الحب.